السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه تمارين رياضيات لسنوات لتلاميذ سنوات الرابعة ابتدائي. نبدأ هذا التمرين بالتناسبية رقم 2. هنا عندنا التمرين الأول لسقي 5 أشجار يلزم 160 لترا من الماء. أكمل هذا الجدول التناسبية. هنا عندنا عدد الأشجار، حجم الماء، نكتبوا معامل التناسبية. عندنا 5 أشجار يلزمها 160 لترا من الماء، إذن 6 أشجار كم سيلزمها؟ إذا كان عندنا 288 لتر من الماء سيسقي كم شجرة؟ هنا نحسبوا عدد الأشجار اللازمة. هنا 3 أشجار كم يلزمها من الماء؟ هنا وش هو البداية؟ أننا نحسب معامل التناسبية، وهنا معامل التناسبية كما في الفترة في فيديو السابق أننا قمنا بعمل حساب معامل التناسبية، وذلك بالقسمة. هنا نقسم 160 قسمة 5، 16 قسمة 5، العدد الذي نضربه في 5 يعطينا 16 أو أقل هو 3، إذا نكتب 3 في 5 تعطينا 15، هنا ناقص 16 ناقص 15 تساوي 1 سننزل الصفر، 10 قسمة 5 تعطينا 2 في 5 10 والباقي هنا 0. عندما يبقى لنا الصفر هنا نعرف أننا القسمة صحيحة، ومعامل التناسبية هو 32، نكتبها في هذه الجهة ثم في هذه الجهة، جهة القسمة جهة الفي. هنا 6 أشجار كم يلزمها من الماء؟ هنا ديروا 32 في 6، نضرب 32 في 6، هنا 32 في 6، 6 في 2 12 نحتفظ بالواحد، 6 في 3 18 والواحد 19، إذن يلزمنا 192 لترا من الماء. عدنا 288 لترا من الماء، كم سيسقي لنا من شجرة؟ هنا نقوم بعملية القسمة، نقسم على المعامل التناسبية. هنا 288 قسمة 32، هنا 28 قسمة 3 تعطينا 9، 9 في 2 تعطينا 18، نكتب 8 ونحتفظ بالواحد، 9 في 3 27 والواحد 28، ونعمل طرح تعطينا 0، إذن يلزم 9 أشجار، نجد 9 شجرة. 3 أشجار نضربها في المعامل في 32، يعني كي نعرف الكمية، 32 في 3، 3 في 2 تعطينا 6، 3 في 3 تعطينا 9، إذن 96 لترا من الماء، ونكتب هنا 96. هذه هي التناسبية 2، يعني كاين وين نحسبوا عدد وكاين وين نحسبوا الحجم أو الكمية أو الثمن بالقسمة أو بالضرب. التمرين الثاني، قطع عداء مسافة 45 كيلومتر في 3 ساعات، أكمل ملء الجدول. هنا عندنا المسافة بالكيلومتر والمدة بالساعات. هنا 45 قسمة 3، هنا 45 قسمة 3 لكي نعرف كم، لنعرف المسافة هنا الواحدة، يعني مسافة واحدة. هنا
قسمنا 45 على 3 تعطينا 15. نكتب 15 في القسمة ونكتب 15 في ألفي. هنا ساعة واحدة بكم؟ هنا بدون إجراء عملية، لأن المعامل تناسبه هو يعطينا نتاع ساعة واحدة. إذن هنا نكتب 15، هنا نكتب 15، 15. إذن 75 كيلومتر كم تعطينا من ساعة؟ هنا نقسم 75 نقسمها على 15. هنا 75 قسمت 15. 15 كم تتكرر من مرة في 75؟ تتكرر 5 مرات. لماذا؟ الطريقة هذه سهلة. هنا 15 زائد 15 تعطينا 30، وثلاثون زائد ثلاثون يعني مرتين، وثلاثون زائد ثلاثون تعطينا 60 يعني 4 مرات، وستون نضيف إلى 15 تعطينا 75 يعني 5 مرات. هذه طريقة أسهل. يعني وش هي الطريقة؟ نديرو 15 زائد 15 زائد 15 زائد 15 زائد 15. 15 زائد 15 30، يعني هنايا هذه 1، هذه 2، هذه 3، هذه 4، هذه 5. 30 زائد 30 تعطينا 60، نزيدوها 15 تعطينا 75، يعني 1 2 3 4 5، يعني تكررت 5 مرات. هنا نلقاو العدد بكل سهولة للتلاميذ المبتدئين. يعني هنا تعطينا 5 8 ساعات. ما هي مسافة 8 ساعات؟ هنا نقوم بعملية الضرب. 8 في 15 يعني 15 نضربها في 8. هنا شحال تعطينا؟ 15 في 8 في 5 تعطينا 40، و 8 في 1 8 والأربعة 12، يعني 120 كيلومتر. 120 كيلومتر. هذه بالنسبة للتناسبية رقم 2. أما التمرين الثالث، أنجز العمليات التالية. العملية الأولى قسمة رقم 1، العملية الثانية قسمة رقم 2. واش ماذا نفعل هنا؟ هنا رقم 7، 775 قسمة 5. إذن هنا عندنا 5، هنا عندنا 5، 7 قسمة 5، يعني واش هو العدد اللي نضربوه في 5 يعطينا 7 أو أقل. هنا عندنا 1، 1 في 5 تعطينا 5، نكتب 5 هنا ونعمل طرح. 7 ناقص 5 تعطينا 2 وننزل 7. 27 قسمة 5، شو العدد اللي نضربه في 5 يعطينا 27 أو أقل، يعني 5. 5 في 5 تعطينا 25، هنا نديرو عملية طرح كذلك تعطينا 2 وننزل 5. 25 قسمة 5 تعطينا 5، 5 في 5 25 والباقي 0. وهنا نكتبها على هذا الشكل التفكيك النموذجي. 775 واش تعطينا؟ ديروا الحاصل هنايا تعطينا 155 في 5 زائد الباقي هنا زائد 0، باقي 0 هنايا. العملية الثانية 398 قسمة 15. هنا نقوم 39 قسمة 15، يعني 15 كم تتكرر من مرة في 39؟ تكرر مرتين، لأن 15 زائد 15 تعطينا 2. 2 في 5 تعطينا 10، نكتب 0 ونحتفظ بالواحد. 2 في 1 2 والواحد 3. هنا نقوم بعملية طرح 9 0 وننزل 8. 98 قسمة 15، يعني 15 تكرر كم مرة في 98؟ تتكرر 6 مرات. 6 في 5 تعطينا 30،
نكتب الصفر ونحتفظ بالثلاثة، ستة في واحد ستة والثلاثة تسعة، وهنا نجد الباقي ثمانية، باقي القسمة هذه ثمانية. وهنا واش نكتب؟ نكتب تفكيك كذلك، عدنا الناتج الحاصل هو ستة وعشرون في خمسة عشر زائد ثمانية. هذه التمرين الرابع، تقطع الطائرة مسافة بين الجزائر وبشار في 2 ساعة و15 دقيقة. إذا انطلقت من الجزائر على الساعة 11:40 على أي ساعة تصل؟ هنا واش نديرو؟ خصنا نكتبو القاعدة، يعني طالبينا وقت الوصول، يعني وقت الوصول، وقت الوصول يساوي وقت الانطلاق زائد المدة، المستغرقة زائد المدة. هذه هي القاعدة تاعها. وهنا واش نديرو؟ هنا نديرو عملية الزائد، يعني 11 وقت الانطلاق، يعني 11 و40 دقيقة زائد 2 اغ، نكتبو الساعات تحت الساعات والدقائق تحت الدقائق، و15 مينيت. وهنا تعطينا، عفوا نكتب هنا مينيت، نكتب مينيت، 0 + 5 يعطينا 5، 4 + 1 تعطينا 5 كذلك. وهنا نكتب ساعات، 1 + 2 تعطينا 3، 1 + لا شيء يعطينا 0، يعطينا 1، عفوا 1، 1 + لا شيء يعطينا 1. إذا وقت الوصول هو 13:55، يعني الواحدة و 55 دقيقة، يعني وقت الوصول هو، ديروا السهم هنايا، وقت الوصول هو 13:55، يعني على الواحدة و55 دقيقة. أتمنى أن يكون هذا النموذج وهذه التمارينات قد استحسنت وقد فهمتها جيدا، وأتمنى للتلاميذ نتائج ممتازة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.